ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ إن الذي يصلي الفجر تحدث له أمور عجيبة، لو علمها لزحف إلى الصلاة زحفا. أي والله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة، يعني صلاة العشاء، والصبح، يعني صلاة الفجر، قال لأتوهما ولو حبوا. ولكي أقرب لك ماذا سيحدث، دعني أمثلها لك بمثال. ألا ترى أن كثيرا من الناس يحب أن يؤمن في شركات التأمين على مقتنياته وحياته؟ طيب، صلاة الفجر هي عبارة عن تأمين شامل، يحميك ويعوضك طوال اليوم وطوال الليل أيضا، إنها تؤمن لك يومك من المخاطر تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، منذ أن تصلي الصبح وإلى أن يأتي وقت صلاة الفجر القادم أنت في حماية الله. وعلاوة على التأمين الذي حصلت عليه في اليوم، فإنك ستحصل على تأمين آخر في الليل، أفضل من تأمين الحياة الذي يؤمنه بعض الناس. إن صلاة الفجر ستزيد عمرك بمقدار الثلث تقريبا. فمثلا إذا كان من المفترض أنك ستعيش 75 عاما، فإنها ستصبح 100 عام. وإذا كنت ستعيش 100 عام، فإنها ستصبح أكثر 130 سنة، وهكذا. كيف؟ أليس النوم جزءا مفقودا من عمرك؟ بلى، فهو لا يوضع في ميزان حسناتك ولا شيء. كل يوم 8 ساعات ضائعة من الحسنات إذا كانت بلا نية فهو نوم فقط. أما إذا كنت تصلي الفجر في جماعة فسوف يوضع في ميزانك ليل كامل من الصلاة والقيام والركوع والسجود. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.